استاذ اكرم، خليني اخد من كلام حضرتك بمناسبه التعاون والشراكه. رسائل هامه جدا وجهها الرئيس السيسي خلال القمه الثلاثيه فيما يخص تنسيق الجهود لمواجهه التحديات الاقليميه والدوليه، ومنها ايجاد حل للقضيه القبرصيه واجراء الانتخابات الليبيه في ديسمبر المقبل ومسانده الشعب اللبناني لانهاء معاناته. اخيرا خليني اسال حضرتك، كيف قرات هذه الرسائل؟ الرسائل واضحة الحقيقة. يعني مصر خلال الفترة اللي فاتت وعلى مدى السنوات الماضية كان لها سياسة واضحة جدا، إنها مع الحلول السياسية ومع تقوية الدول الوطنية، مع عدم التدخل، إخراج التدخلات الخارجية، لأنه الارتباك والفوضى والصدامات التي حصلت وأدت إلى تفكك دول بسبب إرهاب وبسبب فوضى وغيره، كان سببها هو غياب الحلول السياسية والقدرة على إقامة حوارات. مصر بتتكلم على انه اصبح ليها اولا في عندنا القضيه الليبيه، مصر لعبت دور مهم جدا واصبحت المصطلحات المصريه بتجري على ألسن وفي البيانات الخارجيه المختلفه لدول اوروبا او الدول الكبرى، لانه الدول الكبرى كانت مشغوله عن مثل هذه القضايا. مصر تدخلت فيما يتعلق بليبيا امنها القومي، واظن الخطوط الحمراء كانت واضحه. النهارده كل الدول بتتكلم على اهميه اخراج المرتزقه والقوى الخارجيه والتدخلات الخارجيه من ليبيا واجراء الانتخابات في موعدها، ومصر بتدعم ده وقامت بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء. هذه نقطه مهمه. النقطه الاخرى، مصر مع حق الدول سواء قبرص او غيرها بناء على قوانين دوليه ومجلس الامن وغيره، انها مع الحوار والحلول القائمه على القوانين الدوليه. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أيضا الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح في توصيل هذا الأمر بأنه مع دولة حل الدولتين وأن تكون دولة فلسطينية قائمة. لبنان اللي بيعاني من مشكلات اقتصادية واختلالات، ولبنان جزء من المتوسط، وبالتالي من المهم أن يكون هناك استقرار وأن الدول الكبرى تدعم هذا الأمر. كمان القضايا السورية ووحدة الأراضي السورية، يعني الحقيقة كانت كل القضايا، لأنه الرئيس في فيشيغراد أو في القمة الثلاثية في أثينا كان واضح جدا وحريص على أنه يطرح وجهات نظر مصر، وحتى عرض القضايا الداخلية التجربة المصرية بالشكل اللي يخلي كل دولة تستطيع أن تفهم منها مباشرة ما يجري داخليا، وأن كل دولة لديها تجربتها الخاصة اللي يمكن أن تخطط على أساسها سياساتها أو غيره وما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكده. لكن كمان القضايا الإقليمية، لأنه أي تهديدات أو غيره بتؤدي إلى اختلالات، التطرف والإرهاب أو الفقر بيؤدي إلى هجرة غير شرعية بتهدد أوروبا وغيره. مصر لديها تصور واضح لحل جذري بأنه أهمية أن تتدخل الدول الكبرى لوقف الاضطرابات أو دعم هذه الدول للتنمية لتقليل في فقر أو تطرف يمكن أن يؤدي إلى هجرة غير شرعية. الاستقرار في ليبيا أو الاستقرار في سوريا أو الاستقرار في المنطقة بشكل عام بيؤدي إلى تنمية أكثر ويقلل من فرص الهجرة أو اللاجئين أو كده، الخسائر الاقتصادية اللي بتحصل. فبالتالي الرؤية المصرية سواء الرئيس بيطرحها في كل المنتديات وفي كل المؤتمرات اللي بيشارك فيها والقمم، على اعتبار ان دي رؤية مهمة جدا لإعادة استقرار لمنطقة الشرق الأوسط والإقليم وشرق المتوسط بعد فترة من الاضطراب، لأنه هذا الاضطراب يقود إلى مشكلات فيما يتعلق بالفقر، باللاجئين، بالمشاكل الاقتصادية، وأظن النتائج واضحة في بعض الدول أكيد. والإرهاب على سبيل المثال أصبح بيهدد العالم كله. فإحنا بنتكلم على رؤية شاملة يتم تقديمها في الوقت اللي مصر كانت بتطرح هذه الرؤية، مع علمها بأنه الدول الكبرى مشغولة بمواجهة كورونا أو بمنافساتها وخلافاتها وغيره، فبتقوم مصر بمبادرات مختلفة، وهذه المبادرات الحقيقة بتقوم على منطق وعقل وقانون دولي بيفتح الباب لأنه مصر بتحصل على ثقة في هذا الأمر تمكنها من التوسط بنزاهة فيما يتعلق بالقضايا السياسية المختلفة على مستوى الإقليم أو على مستوى الشرق المتوسط مع تمسكها بالقانون والقوانين الدولية.